الانتهاء مرحلة تصويت المزيد الفارغ، وبنستعد مع حضراتكم حاليا خلال الساعات القادمة إن شاء الله لافتتاح تصويت المصريين في الداخل، اللي بنتمنى جميعا أنه يصير في هدوء وكما هو متوقع عليه إن شاء الله. تعليقا على ما ذكره سعادة السفير إن احنا يعني فعلا مرتبطين بأعمال مهمة جدا، ولكن يعني بشوف ان تواجدي مع حضراتكم النهارده، تواجد اللجنه مع حضراتكم ده من اهم الاعمال فعلا وحقيقه، يعني بنقول كلام بصدق، لان احنا زي ما هنتكلم بعد شويه احنا برضو بنطلب مساعده حضراتكم في ادوار مهمه جدا هتلعبوها خلال الساعات القادمه ان شاء الله. برضو يعني هنمر على مساله تصويت المصريين في الخارج في عجاله. هذكر حضراتكم ببعض الاحصائيات وبعد كده هسيب الدور لسياده النائب حمدي لوزه نائب وزير الخارجيه اللي يحدثنا عن بعض التفاصيل في مساله تصويت المصريين. عدد المصوتين يزيد عن عدد المصوتين من خلال التصويت المباشر في استفتاء 2012. استمعنا خلال عمليه التصويت الايام الماضيه عن عدد من الشكاوى الوارده من السفارات ومن المواطنين، لكن لم يتحدث احد عن كثير من الايجابيات. من ضمن الايجابيات مثلا ان في تسهيل يتعلق بعدم اشتراط تقدم المواطن في الخارج بما يثبت شرعيه اقامته في الدوله اللي هو مقيم فيها. من ضمن الايجابيات الاخرى ان ما كانش في اي اتهامات موجهه تتعلق بتسويد اوراق بمحاوله مواطن التصويت بدل المواطن الاخر، بمحاولات تزوير وغيرها من الممارسات.